أهلا بكم، حلقتنا مستمرة وفيها. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان اليوم الاثنين إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه نفى علمه بعملية القتل ذاتها. وجاء ذلك في مقابلة مع برنامج 60 دقيقة والذي تذيعه شبكة سي بي إس الأمريكية. إلى ذلك وجد بن سلمان حرجا شديدا في الإجابة عن الأسئلة الخاصة بشأن المعتقلات السعوديات وما تعرضنا له من تعذيب، وقال ولي العهد أنه لا علم له بأي حادثة تعذيب. وفي شأن التوتر مع إيران بدأ محمد بن سلمان حذرا ومتراجعا عن لهجته السابقة، إذ قال أنه لا يرغب برؤية حل عسكري مع إيران وأنه يرحب بمبادرة الحوثيين. وتأتي هذه التصريحات رغم ما تعرضت له السعودية من ضربات على يد الحوثيين من خلال استهداف أرامكو ثم عملية نجران التي قال الحوثيون أنهم أطاحوا فيها بثلاثة ألوية سعودية. المزيد حول لقاء ولي العهد السعودي في إنفوغراف الزميل عدنان حميدة، نتابع. جاء في مقابلة ابن سلمان مع برنامج 60 دقيقة لشبكة سي بي اس الأمريكية، حيث أقر بمسؤوليته الكاملة عن اغتيال الصحفي جمال خاشقجي ونفى علمه المسبق بعملية اغتيال خاشقجي من قبل. حمل اعتقال الناشطات للقوانين المعمول بها في المملكة، ادعى استقلالية قرارات النائب العام وعدم تدخله بها، وعد بالتدخل الشخصي في قضية اعتقال لجين الهذلول بعدما وجه بحديث عن تعذيبها قائلا أن التعذيب ممنوع وهو مرفوض في الإسلام. حذر من ارتفاع أسعار النفط إذا لم تردع إيران، اعتبر هجوم أرامكو بمثابة إعلان حرب من إيران، نوه إلى أن الحرب مع إيران ستدمر الاقتصاد العالمي، طلب من إيران وقف الدعم للحوثيين لتسهيل إنهاء حرب اليمن. ظهر في المقابلة وكأنه الحاكم الوحيد للبلاد دون إشارة للملك سلمان. ولمناقشة أبرز ما جاء في هذا اللقاء التلفزيوني لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أرحب بضيفي معي في الاستوديو الدكتور محمد المسعري أمين عام حزب التجديد الإسلامي. أهلا بك دكتور. محمد بن سلمان في برنامج 60 دقيقة قبل يوم واحد من الوثائقي الذي أعلنت عنه قناة أمريكية أخرى في برنامج فرونت لاين، يعني كيف رأيت اللقاءين؟ أبو شيء أعتقد اللقاء مسجل من قبل مدة، يعني بعد حادثة ضرب أرامكو وقبل الانهيار الشديد على الحد الجنوبي وسقوط ثلاثة ألوية في يد الجيش اليمني. أنا أصر على استخدام كلمة الجيش اليمني لأن كلمة الحوثي هذه استهلكت وأصبحت لعبة، يعني اللي يستخدمها لا يجوز استخدامها إلى الضحك على الدخول. ليس هناك حوثي، هناك شعب يمني وجيش يمني يشكل قطاع لا يستهان به من الشعب اليمني وهو الذي يقاتل السعودية وبنجاح كبير. لكن الحوثي غير موجود في اليمن، غير مدعوم من إيران، كلام لا معنى له. يعني في قبيلة اسمها الحوثيين لهم مطالب قديمة وتعاونوا حينا من الدهر مع السعودية. هذا التعداد العسكري دكتور، هذا التعداد العسكري الذي يستطيع أن يهاجم ثلاثة ألوية سعودية، هذا جيش يمني غير مدعوم من إيران؟ جيش يمني قد يكون مدعوم وقد يكون، ومن حقه أن يكون مدعوم من إيران أو من الصين. طيب اذا هجم، يعني هذا موضوع اخر، ربما نتطرق اذا حد اعتدى عليك من حقك. طيب نعود لمحمد بن سلمان وتصريحاته. الكلام كله تقريبا مجموعه من الاساطير والاكاذيب ليس فيها شيء. مثل ماذا؟ اولا قولي انه لا يعلم شيء عن عن عن, عن, عن مقتل خاشقجي، والادله كلها وسبق ان غردنا ثالث او رابع يوم من المقتل خاشقجي رحمه الله انه كان يشرف على العمليه وان كوشنر اتصل به قبل العمليه واثناء العمليه وبعد العمليه، ولكنه رد برد يبدو منطقي للغايه في الحقيقه عندما قال لو هناك دليل من السي اي اي فليخرج للعلن. الرجل يتحدى من لديه دليل يدين بشكل شخصي ان يخرجه للعلن. هو يتحدى لانه يعرف ان ترامب متورط وترامب يحاول يتستر، لكن الان لعلك اطلعت على اخر خبر في مؤخرا ان ترامب منع اذاعه او تسجيلات التي المكالمات كانت بينه وبين حمزه خصوصا في يوم الواقعه نفسها كان اتصال به. اذا ليس كوشنر فقط بل ترامب، فترامب متورط، فهو بيقول يعني اذا تبغوا تبرهنوا علي ابرزوا ترامب، وترامب يحاول يدافع الدفاع المستميت. لكن المشكله التي لم يدركها محمد سلمان انه ان هذا الامر سيكون محل الفحص عند محاكمه ترامب التي ستبدا قريبا، لن يكتفي الامر بموضوع اوكرانيا، سيتوسع الموضوع وسيستفحل لا محاله. فهذا تحدي فارغ ليس له محتوى حقيقي، وبناء على شهاده جهينه ان
المطرب ماهر المطرب الدوسري سافر برأس قطع برأس جمال رحمه الله وسافر به إلى الإمارات ومن الطيارة ثلاث طائرات ذهبت اثنين عن طريق مصر وواحدة عن طريق الإمارات هو في طائرة الإمارات وذهب إلى القصر في الرياض طيب. وأعطى الرأس للقحطاني الذي ألقى به عند قدم طيب. محمد فلان أعطى فكرة التصريح نعم. الذي يتكرر نعم. الآن في سي بي إس وفي فرونت لاين أيضا أنني أتحمل المسؤولية كاملة أنا المسؤول عن ذلك من قاموا بذلك مسؤولين في الدولة هل ترى أن هذا الخطاب تم إعداده من شركات العلاقات العامة نعم. تم نعم. تلقيم محمد بن سلمان مثل هذا أم أن الرجل يحاول أن يتحمل جزءا من المسؤولية بالفعل لا 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 هو هذا من إعداد الشركات يجب أن تظهر مثل الدولة الغربي رجل الدولة الغربي سبقا ذكرناها في نعم. في حلقة سابقة في جلسة سابقة رجل الدولة الغربي الوزير إذا موظفيه أخطأوا خطأ معينا يتحملوا مسؤولية سياسية والخطاب نحوه في البرلمان يكون موجها له ولا يذكر حتى أسماء الموظفين أنت فعلت كذا أنت لا تفعل كذا وعليه أن يجيب على أنه هو الفاعل وإن لم يكن فاعلا حتى بدون علمي لأن يجب أن يعلم وإذا لم يعلم فهو مقصر ويجب محاسبته فأرادوا أن يعطوه هذه الصيغة إلى أي مدى يمكن أن يؤثر هذا في الرأي العام الغربي الذي يرى محمد بن سلمان أنه السيد منشار العظم الذي أمر بقتل خشب لن ينفع شيئا ذلك كل الأموال تصرف على وسائل تلميع الصورة أو ما يسمى بالpublic relation مانجر إلى آخره كلها أموال ضائعة وحاول السعودية عبر الثمانينات والتسعينات شراء ما لا يعد لا يحصى من الوسائل الإعلامية في لندن ما فيها الحياة التي اشتراها خالد بن سلطان وإلى آخره ثم في النهاية فشلوا لأنه مهما حاولت تحسن الصورة لابد أن يكون هناك جوهر يقبل التحسين أما أن يكون تحسن فراغ مثل يرسم لوحة على فراغ لا يمكن رسم لوحة وبالمناسبة الواشنطن بوست اليوم صدر فيها أكثر من 20 مقال يتحدثون عن جمال خاشقجي وعن الذكرى الأولى لجمال خاشقجي ولي العهد عندما يتابع هذا الكم من المقالات التي تكتب في الذكرى الأولى وهو لديه برنامج تلفزيوني بالأمس كان الهاشتاج محمد بن سلمان الترند في تويتر في السعودية يعني كيف يقيم الأمر؟ هو الرجل الآن أعتقد مشغول ما هو أعظم من هذا من خاشقجي لأن المشكلة التي حصلت في اليمن الضربة التي ضربة شبه قاضية ليست قاضية يعني اعتبرها ما زالت في حدود الرمزية الضربة القاضية الحقيقية إذا أمن الجيش اليمني وأنا أصر على ترك كلمة الحوثيين اللعبة البهلوانية هذه ينبغي أن تنتهي إذا تجرأ أو وجدت قرائن قوية على أن الطيران السعودي لن يقوم بأعمال غارات في الميادين المكشوفة ربما تجرأ على التقدم نحو أبها وخميس مشيط ويستطيع أن يصل إليها في خلال ساعات الخوف الرئيسي هو من الطيران السعودي ليس هناك قوات سعودية ذات بال ممكن أن تواجه انتهت انهارت وتحطمت لا قوات عبد ربه ولا قوات سعودية فتكون حينئذ ضربة حقيقية أما الآن فهي ضربة ما زالت رمزية أنت ترى أن الحوثي يستطيع أن يدخل خميس مشيط بكل سهولة لولا الغطاء لولا غطاء الطيران السعودي لأن الطيران السعودية موثوق به لأن غالب الطيارين من آل سعود وهم أجمل من أن يقوم بعمليات ميدانية لكن القصف من مرتفعات طيب عالية طالما تحدثنا ممكن. عن الحوثي ويعني هناك تقارير تقول أنه مدعوم من إيران بشكل مباشر وأن إيران هي من تهاجم السعودية ولي العهد في هذا اللقاء دكتور تحدث عن إيران بلهجة مغايرة تماما يتحدث عن الحل السياسي لا يستبعد الحل العسكري لماذا؟ لأنه أدرك لعله أدرك أو لقنوه أنه يجب أن تظهر بهذه الصورة لأمر أول شيء لأن ترامب أدرك هذه الحقيقة وتراجع ورفع الراية البيضاء وإن كان أحرجه روحاني هو ترامب طلب عرض الواقع على روحاني أن يقابله مقابل إيقاف جميع العقوبات وروحاني أعلن هذا ورجع ترامب قال لا إيران هي التي طلبت وأنا رفضت من باب حفظ ماء الوجه لأنه في معركة انتخابية يريد أن يظهر مظهر المنهزم بالكامل لكن الحقيقة التي لا شك فيها أن الذي عرض هو ترامب هو الذي عرض ولكن روحاني أصر على أن يتم فعلا بن سلمان هنا يتماشى مع موقف ترامب ومدرك أنه الآن كشف ليس لديه غطاء والإمارات انسحبت ألا يعد هذا هزيمة دكتور يعني الرجل كان يتحدث أنه على استطاعة أن يستهدف داخل طهران والآن يتحدث لا أريد حل عسكري أريد حل سياسي كلام استهداف داخل طهران هذا كلام لبعض المصابين بالشلل العقلي في داخل المملكة العربية السعودية للأسف الشديد تحفظ لا أتحفظ على ذلك يعني اللي يصدقوا هذا كلام أو شيء ليس السعودية بوارد أن تكون في حجم إيران لا من أحد الكثافة السكانية ولا قدرات التكنولوجية ولا قدرات الصناعية ولا مكونات الدولة الحقيقية السعودية كيان هزيل جدا
فقط هناك فاعل مالي. ألا يعد هذا اعتراف بالهزيمة من ولي العهد السعودي أمام المفروض إيران؟ المفروض أنا عندما كنت في جنيف أعطيت أديت تعليق للإخوة اليمنيين وذكرت أنه إذا أحسن ما يمكن لصاحب بن سلمان لإنقاذ ما يمكن إنقاذه هو أن يعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد ولكن الكبرياء والعجرفة منعته فقام الإخوة في اليمن بعملية رمزية وأعتقد أنهم كانوا مخطئين تكتيكيا واستراتيجيا فيها أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد فظن وهذا اللي قلت هل سعود إذا رأوا منك عملا كريما يظن أن هذا ناشئ من ضعف أو جبن وليس من قوة ولهذا استفحلوا وقاموا بغارات شديدة ورد عليهم الجيش اليمني بهذه الضربة المؤلمة فما في طريقة إلا أن يعلم من جانب واحد إعلام من جانب واحد معنى إقرار بالهزيمة طيب يبدو أن الألفاظ الضخمة هذه لا معنى الأمور الآن تختلط على ولي العهد السعودي ضربات من كل جانب عندما جاءت نتحدث ضربة عن خاشقجي نتحدث عن خاشقجي نتحدث عن هذه الألوية دخلنا نضيف جانب ثانية بس لمحة صغيرة عندما وقعت كارثة اليمن يقال وهذه روايات يعني يبدو لها وجاهة ولها لها يعني مادة جوهرية وغرد بها مجتهد جزئيا وعادة له من يفيده بالمعلومات من داخل الأسرة المالكة وإن كانوا أبعدوا من محمد بن سلمان لكن مهما كان لهم أصدقاء ومعارف في داخل القصور أنه فيما يبدو أن الملك انفعل وغضب من هذه الكارثة واستدعى محمد بن سلمان وأبلغ محمد بن سلمان عطوه جواسيس حول الملك جواسيس له وأذناب بدون كلام أبلغوه الملك غاضب وكان ينفجر فجاء مسلحا مستعدا ببلاك ووتر وحرسه الخاص و اصطدم مع الفغم وتم قتل الفغم والرجل الذي يزعم أنه قتل الفغم كذلك تابع الحرس الملكي قتلوا هناك فما الذي حصل الملك هل هو حي هل هو قتل هل هو تحت الإقامة الجبرية ننتظر طلوع هذه الأخبار في الأيام المقبلة هذه ليست أنت تتحدث هنا عن مصادر نقلا عن مجتهد يعني لم يتم التأكد من هذه الرواية مصادر أخرى كذلك فإذا أن الملك سلمان ربما يكون مصاب وقتل الحارس الخاص نتيجة اشتباك مع محمد بن سلمان قال محمد فيما يقال قال محمد سلمان يجب أن تعتزل خلاص لا تروح لولاة العهد سنعين فلان أظن خالد أو كذا فمحمد قال هذا مستحيل ولا يمكن بحال حاله وحصلت المصادرة كم مرة تكررت هذه الروايات دكتور وخرج محمد بن سلمان مع أبيه بعد ذلك أمام الكاميرا سنة ننتظر إن شاء الله إذا طلعت تبين الرواية غير صحيحة وقد تطلع مع أبيه الكاميرا والأب مظلوم حقنة مثل ما كان طلعوا فهد مسكين في أيام الأخيرة يضربوا حقنة فيصحصح شوية وبعدين انخمد يعني كانت باينة على فهد إذا بغوا يحضروه للضيوف ضربوا حقنا صح طيب رجل شوي جميل نعود إلى اللقاء هذه الرواية بالتأكيد يعني لا يمكن خطيرة. أن لا ننفيها ولا نؤكدها حتى تتبين حتى في الأيام المقبلة لكن بالنسبة للفغم القصة الرواية الرسمية غير معقولة لأن الذي أفادنا بقصة الفغم الذي علقت علينا في تغريدة قبل 5 أشهر أنت لك تغريدة من 5 أشهر حذرته من مصير العتيبي هذه من بعض الناس تساءلوا من أين جاءت هذه بعض قالوا جهينة هذا ليس جهينة جهينة له علاقة بموضوع الخاشقجي وجهينة ليس من الداخل القصر هذه من شخص في الحرس الملكي لكن أشرت عليه مؤخرا يبقي يعني يذهب تحت الرادار لأنه يفحصون كل إنسان ويشمون ويحاولون من أين تسربت الأخبار هو الذي ذكر أن الفغم مرعوب عندما كانت هناك طائرات بدون طيار فوق القصر الملكي وبناء عليه وضعت التغريدة من باب توقعات المستقبل الشخص نفسه أكد لي مؤخرا أنه الفغم مصاب بهوس أمني لدرجة لا تصدق أنه لا يتحرك جيئة وذهابا إلا مع 4 أو 5 من الحرس معه فيستبعد جدا أن يكون ذهب إلى منزل وحصل مشادة مع ذلك الرجل وقتل قال يعني يكاد يشك فيه هل أنت لماذا حذرته من الخاص يصل معه إلى باب غرفة النوم لماذا حذرته من مصير العتيبي منذ 5 أشهر لأنه محمد بن سلمان سلم أموره الأمنية الشخصية والحراسة لبلاك ووترز وبناء على نصيحة محمد بن زايد وهؤلاء يغلونه ولاء مطلقا لأنه في يده المال والمال لا يمكن يصلون إليه إلا ما دام محمد سلمان حيا فسيستميتون وهؤلاء مستعدين للموت من أجل المال هذه طريقة المرتزق مستوى العالمي بلاك ووترز فسيتفانون بينما الفغم ما إليه ثم أنهم مدربين وحوش بشرية معروفين وأكثر من تجار المخدرات السابقين أكثر وحشية في العالم كنت صورها فلا يمكن لا الفغم ولا غيره أن يقوم طيب بمقام أنا أريد أن أنهي معك بتصريحاته حول لجين الهذلول لأن هذه الفقرة هي الأكثر إحراجا له وبدأ مرتبكا للغاية تحدث عن استقلالية النيابة العامة وأنه لا يمكن أن يتدخل في قرار النائب العام ثم وعد بالتدخل لمعرفة ما يجري في قضية لجين الهذلول كيف تعلق على هذا الجزء وأنه لا يوجد تعديل في المملكة وأن إسلام أنا كنت في الحائر وتم تعذيبي وكذلك الدكتور سعد فقيه تم تعذيبه وآخرين تم تعذيبهم بدرجات متفاوتة فهذا أمر ثابت متيقن لا شك فيه
فالكلام أنه هذا التعذيب محرف الإسلام صحيح، لكن الدولة السعودية في هذا المجال لا علاقة لها بالإسلام لا من قريب ولا من بعيد. فالرجل هنا يكذب صراحة وستكشف الأيام هذا. طيب لا ما يتعلق بلجين الهذلول، لأنك تعلم أنها قضية باتت قضية رأي عام. نعم. عالمي. نعم. تصريحاته أنه سيحاول التدخل، هل تتوقع إفراج عن لجين الهذلول في الأيام المقبلة؟ قد من باب يعني تحسين الصورة وفك الأزمة لكثرة الضغوط، فيتحاول يتخلص من هذه. حتى ممكن جدا أن إذا كان عنده المشكلة أن المستشارين حوله ينقصهم في الغالبية الذكاء ويعيشوا في عالم خيالي ليس في عالم الواقع، ولو حوله ناس أذكياء كانوا يقولوا اخرج سلمان العودة، اخرج هذا، اعطي وجه إسلامي جميل نوعا ما، طلع كلمة حلوة على الإخوان المسلمين، شيء من هالقبيل. لكن حد هو لا هو لديه عقل وهو تحت تأثير المخدرات والكوكايين كما اشتهر وثبت. هي تقارير تقارير ألمانية وغيرها، ومن حوله كذلك مبتلين بهذا البلاء، بالإضافة أنهم الآن كلهم في حالة حيص بيص ولا يعرفون كيف يتصرفون. نعم. ولا يقبلون استشارة ولا الرأي الآخر، فالنتيجة. لكن إن كان هناك بقية باقية مثل هذه الحركات يعني يزيدها آل سعود إظهار الوجه الحسن. نعم. في الظروف الطارئة لعله يخرج الهذلول، بل ربما تنتهي قضية سلمان العودة بلا شيء إلى آخره من باب محاولة كسب بعض الجماهيرية. شكرا جزيلا لك دكتور محمد المسعري، أمين عام حزب التجديد الإسلامي، كنت ضيفي في الاستوديو.